أهلا بكم في ترند. تحتفل دول العالم في الخامس من شهر إبريل من كل عام بيوم الضمير العالمي للسنة الثانية على التوالي، وهي مبادرة جليلة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، تبنته الأمم المتحدة في عام 2019، حيث يهدف لتعزيز ثقافة السلام والحب والضمير. تضمنت هذه المبادرة خمسة مبادئ، هي التمسك بالطرق السلمية في حل النزاعات الدولية وإرساء أسس السلام وتحقيق التنمية المستدامة وجدية التعامل مع الأوضاع المأساوية الناجمة عن الصراعات ووضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. فهذه المبادئ اختزلت في خطط طريق واستراتيجية عمل ترمي إلى التعامل الحقيقي مع الواقع العالمي والمحن التي تتعرض لها الشعوب والوقوف عندها وقفة تعاون دولية مشتركة. حطمت نسخة من لعبة سوبر ماريو بروس الكلاسيكية رقم قياسي لأغلى لعبة على الإطلاق، وبيعت ب 660 ألف دولار بعد أن تركت في درج العقود حتى أصبحت من الألعاب النادرة التي يرغب العديد من هواة جمع الأشياء القيمة باقتنائها. وقال صاحب اللعبة إنه اشتراها كهدية لعيد الميلاد في نهاية عام 1986، وتركها مغلفة في درج المكتب 35 عام قبل أن يكتشفها. وقالت منصة المزادات أن هذه النسخة مميزة جدا لأنها أفضل نسخة تم ختمها بالبلاستيك، كما أنها أقدم نسخة مختومة من اللعبة يتم عرضها للبيع. حذرت شركة إنستغرام المستخدمين من عملية احتيال جديدة يتم تداولها، تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق تزوير انتهاك حقوق الطبع والنشر. وتقول رسالة الاحتيال تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك، وإذا كنت تعتقد أن انتهاك حقوق الطبع والنشر خطأ فيجب عليك تقديم ملاحظات، خلاف ذلك سيتم إغلاق حسابك في غضون 24 ساعة. وعلى الرغم من أن الرسالة تبدو وكأنها من مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام، فقد أكدت الشركة أنها لن تقوم مطلقاً بالتواصل مع المستخدمين عبر الرسائل المباشرة بشأن انتهاكات حقوق النشر، وتنصح المستخدمين بعدم الضغط أو الرد على أي روابط في الرسائل. عرض مقر سابق للشرطة البريطانية للبيع مقابل أكثر من 1,600,000 دولار أمريكي بكل محتوياته من مكاتب وزنازين للموقوفين وغرف للتحقيق. بني المركز عام 1899 على الطراز الفيكتوري الواسع الانتشار في بريطانيا، وتم إغلاقه عام 2012 عندما انتقل الضباط إلى مقر أكثر حداثة. مركز الشرطة يقع في بلدة سوانغ جنوبي بريطانيا، ورغم أن المركز مهجور منذ فترة طويلة إلا أنه يبدو في حالة جيدة. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTVN Radio. نلقاكم باكر، في أمان الله.